من تونس ينضم إلينا مراسل غد بلال مبروك. إذن بلال، طبيعة البيان الذي أصدر عن طريق حركة النهضة والذي قالت بأنها تدعو إلى تحقيق مباشرة لخطورة هذا الأمر، ما الجديد وما هي ملابسات كل ما يحدث؟ نعم وائل، في الحقيقة حزب حركة النهضة أصدر بيانا تعليقا على ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال أنه لا يخاف غير الله وأن هناك مخططات لاغتياله ولتصفيته جسديا. هذا الكلام من قبل الرئيس قيس سعيد يعني دفع بحزب حركة النهضة إلى إصدار البلاغ. البلاغ تضمن أن حزب النهضة يدعو إلى فتح تحقيق متمنيا السلامة أيضا للرئيس التونسي قيس سعيد، ومباركا للخطوات التي يقوم بها خاصة فيما يتعلق بربما يعني الاتفاقيات التجارية الأخيرة. ولكن البيان تضمن أنه لابد من فتح تحقيق فيما يتعلق بهذا الموضوع، ومتمنيا السلامة للرئيس التونسي. قال أن هناك أجندات ربما داخلية وخارجية لإثارة البلبلة داخل البلاد. بالتالي حزب حركة النهضة وفي ربما لحديثه يتحدث عن أجندات ويتحدث عن مؤامرات ومتمنيا السلامة للرئيس التونسي. هذا ما صدر من حزب حركة النهضة، لا وجود لأي تعليق في الحقيقة على هذا البيان أو على هذا البلاغ، لا من الرئاسة التونسية أو من بقية الأحزاب السياسية، يعني الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان المجمدة وغير البرلمان. لم يصدر أي تعليق عن ما قام به حزب حركة النهضة. لتبقى الأنظار شاخصة وائل إلى ربما نتائج التحقيقات. الآن هناك تحقيقات وهناك سرية لهذه التحقيقات، أكيد ستتجلى كل الحقائق. طيب بلال، كيف فسر المراقبون لهذا التوقيت للمساس بتونسيين؟ كيف فسر المراقبون لهذا التوقيت من التصريح من قبل الرئيس قيس سعيد بأن هناك مؤامرة محاكاة ضده وأنه معرض للاغتيال؟ التوقيت، أهمية التوقيت بلال، كيف فسره المراقبون؟ صحيح، هو التوقيت هو قبل يعني من المرتقب، يعني قبل 25 من هذا الشهر او قبل يوم او بعد يوم يومين من ساعتنا هذه سيتم الاعلان عن رئيس الحكومه الجديد، وسيتم الاعلان عن خطوات اخرى هامه، خاصه وان الرئيس التونسي قال امس ان كل الصواريخ ما زالت على منصات اطلاقها. ربما هناك قرارات اخرى اكثر اهميه حتى من القرارات التي صدرت في 25 من جويلية. وبالتالي المتابعون يقولون او يؤكدون أنه ربما هناك جهات معينة ستحاول لعب ورقة العنف والترهيب، ورقة بث البلبلة في البلد، ورقة الإرهاب أيضا. هذا ربما ما يتداوله المتابعون. هناك ترجيحات لأن هناك أطراف بعينها ربما قد تدفع أو ستحاول الدفع في هذا الاتجاه، خاصة وأنها الآن في موقف ضعف تقريبا على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي. هذا ما يتداوله المتابعون. وبالتالي كلام الرئيس التونسي كان واضحا في الحقيقة، قال أنه حركة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء، يعني إرادة الشعب التونسي تتحقق يوما بعد يوم، لا أحد يمكن أن يفر من المحاسبة إن كان ذلك متعلق به تهم إرهاب أو تهم فساد. وقال أيضا، وهذه رسالة هامة جدا وبالغة الأهمية، قال أن القوات الحاملة للسلاح إن كانت الجيش الوطني أو الأمن الوطني أو الحرس الوطني هي جاهزة وعلى أهبة الجهوزية لحماية أمن الدولة التونسي وحماية النظام الجمهوري وأيضا حماية الشعب التونسي. شكرا جزيلا لك بلال مبروك، مراسل غد، كنت معنا من تونس.